2 نوفمبر 2022، كما راكم تشوفوا رانا في حي الدقسي. لبينا نداء تاع الطلب، نداء تاع صديقنا ابو بكر اللي اتصل بنا وحب يغرس شجره في هذا المكان هذا فوق الرصيف، وهذه بدايه تاع باش يغرسوا في الاماكن الشاغره اللي فوق الارصفه، يعني مخصصه للاشجار وهي فارغه. دونك النوع اللي راح تحط لهنا هي الطروان. الاختيار كان تاعهم هما، تاع ابو بكر يعني واصدقائه. فوالا دونك عبر هذه المبادره نشجعوا كل واحد في الحي وين راهو ساكن يحاول يشوف الاماكن اللي يعني مسموح باش يتغرس فيها اشجار، وما يخليهاش فارغه ويحط فيها اشجار. فوالا، تحيه الى سكان حي الدقسي. فوالا شوفوا هاد لي فيكوس هادو اللي راهم مغروسين ديجا، يعني راهم مدوا نتيجه مليحه. مهما الفيكوس يعني الخطر اللي يتلقاه هو في الشتاء ما يحملش لي طومبيراتور اللي اقل من موان 5، ما يحملهمش يعني. ولكن كوم في قسمتنا يعني عندنا العوام هذو الاخرين ما جاناش حتى واعر، ما كانش يعني نيفر رود للدرجه باش يقتلوا. فوالا، ايبا نتمناو الاشجار هذي تبقى قايمه. فوالا، نعاود ناكد الشجره اللي راحين يغرسوها لهنا واسمها الطروان. Voilà, Constantine Maville, page sur Facebook, Constantine Maville, chaîne sur YouTube.